لكن هاخدك في نقطه تانية خالص. كنا يمكن الاسابيع اللي فاتت سمعنا ان الكابتن احمد على اعتاب تدريب الفيصلي الاردني، ويمكن كمان وصلت مفاوضات للموافقه، لكن اشترطت وجودك في الملعب لي يعني تتفرج على الفرقه وتقف على يعني الاداء الفني ليها. يعني اشرح للساده المشاهدين التجربه دي يعني مشيت ازاي. والله يا كابتن، يعني من حوالي 20 يوم كده كلمني نائب رئيس النادي الاستاذ عصام ابو عبد الله، نائب رئيس النادي اتكلم معايا قال يا كابتن احمد احنا كنا بنشوف السيره الذاتيه ونشوف مين المدرب، عايزين نجيب مدرب مصري معروف، مدرب مصري يكون في الدوري الممتاز، وكان في 5 اسماء او 6 اسماء. فقال لي انا سالت كويس جدا وانا بتفرج ومتابع وشفت اللي انت عملته مع اسوان وسبت اسوان ليه، فهو متابع جيد جدا. قال لي فخلاص يعني استقرينا عليك انا ورئيس النادي الشيخ بكر عدوان. فقال لي هو هيكلمك وهيتواصل معاك عشان تخلص الاجراءات. فكلمني رئيس النادي وقال لي يا كابتن احنا يعني عايزينك معانا، واحنا انت عارف فريق الفيصلي. قلت له طبعا فريق الفيصلي نادي كبير يعني بحجم النادي الاهلي هنا في مصر. قال لي انا عايزك تشوف الفرقه وتعرف الوضع ايه وبتاع وتتفرج عليها. كان عندهم مباراتين في الدوري شفتهم هنا. وبعد كده اصر ان انا اروح له هناك. قلت له لا، المفروض انت اللي تجولي تخلص اجراءاتك هنا وبعدين اسافر معاك. قال لي يا كابتن اول ما توصل وعد مني هنخلص كل حاجه. فطبعا عشان ظروف الكورونا والسفر والحاجات دي فالراجل بعت لي شديد. بعت لي التذاكر ورحت انا والكابتن احمد رجب طبعا المدرب العام معايا ابن النادي الاهلي. قلت له خلاص عشان اروح هناك ابص برضو على الفريق يبقى معايا راجل فني عشان انا هتكلم في الفرقه كلها، يعني لازم يبقى في بتكلم انا والمدرب العام. فعلا الراجل بعت لنا ورحنا احنا الاثنين، واول ما وصلنا قابلونا كويس جدا والامور كانت ماشيه طبيعيه. وتاني يوم رحنا كان عندهم فريق عندهم ماتش مع فريق اسمه معان في الدوري على مين يبقى الخامس في الدوري. فريق الفيصلي السنه دي ما بينافسش الفيصلي بعيد، فريق بينه وبين الوحدات يمكن من 27 ل 30 نقطه، فده ده رقم كبير جدا طبعا. فهو كان بيسعى ان هو يخش في مركز يلعب بطوله اسيا. وانا شفت الفريق في ماتشين ورحت شفتهم في المباراه الاخيره من الملعب من الاستاد، حتى طلب مني ان انا اروح النادي وبتاع. قلت له لا انا مش عايز اظهر في الاعلام ولا حد ياخد باله لحد ما اخلص، وبعد كده الناس يعني اعلن زي ما انت عارف اروح الاستاد بس كده وحد ياخدني مش انت يعني. طيب وبس اتفرجت على الفرقه وعرفت ايه الظروف اللي عندهم او الحاجه اللي ناقصاهم، نقاط القوه والضعف بالظبط. فقعدنا بعد كده اتكلمنا مع بعض وقعدنا. هو المشكله عندهم ان هم النتائج طبعا ده نادي كبير، النتائج اللي هم فيها الجمهور صاخب جدا على مجلس الاداره مترديه بشكل كبير. واليوم اللي وصلت فيه قبليها بيوم او في نفس اليوم تقريبا الجماهير كانت بتهاجم، يعني كان في يعني ناس اقتحموا النادي يعني حاجات كده، امور يعني كانت صعبه شويه. فلما قعدنا مع بعض لقيت ان هو بيتكلم معايا رئيس النادي ونائب رئيس النادي، وفي امين الصندوق مش موجود برضه ليه رايه، وفي لجنه. الامور لا اخفى عليك يا كابتن هاني، بس من غير ما اخش في تفاصيل قوي ما عجبتنيش. بس يعني انت حسيت انك الاجواء اللي هتقدر تشتغل؟ لا 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 خالص بصراحه. وانا ما كنتش رايح يعني، انا اخر حاجه عندي والله العظيم الفلوس، ما فيش حد ما بيتمناش ان هو يروح مكانه ويستفاد اكيد، لكن انا من المدربين اللي بسعى ان انا انجح اسمي هيكبر معايا، فالحاجات دي هتيجي بعد كده لوحدها. فاي حد يتمنى ان هو يدرب نادي الفيصلي نادي كبير وبيلعب البطوله العربيه، وكانوا بيسالوني نلعب البطوله العربيه والاسيويه. لكن لقيت الاجواء مش كويسه، ما تساعدش على النجاح في ظل يعني المشاكل اللي هم فيها. فقلت له واعتذرت. قلت له بعد اذنك لا انا يعني هرجع مصر واديني فرصه كده وبعدين ابقى اتكلم معاك. فرجعت وبعدين اعتذرت يعني ما كلمني، قلت له لا ما انا مش هقدر. طب